الستيك التالت اللي معانا هيكون ستيك ايه؟ وقبل ما نبدأ فيه ممكن نعمل نفس الحاجة عشان نبقى مستعدين، نحط طاسة تسخن على النار. فأنا هجيب الطاسة بتاعتي دلوقتي واحطها على النار. عبال ما اقول معاكم ستيك المشروم والبصل عشان نعمله برضو محتاجين شرايح ستيك، قطع ستيك. معانا 250 جرام مشروم شرايح، معانا بصلتين جوليان وخمس فصوص ثوم شرايح، معلقة كبيرة زعتر فريش مفروم، ومرقة لحمة، وزبدة، ورشة سكر، ورشة جوزة الطيب، وملح، وفلفل اسود. عندنا كمان احنا قلنا الزبدة، قلنا الزبدة ماشي. وورقة بتاعتي على النار سخنة جدا، هقربها بقى مني وهنبدأ نشتغل. وأول حاجة هنبدأ بيها زي ما عملنا في كل وصفات الستيك لحد دلوقتي، إن احنا هنبدأ بتشويح الستيك ذات نفسه. بيبقى فيه بقى في الضاني حتت كده ريباي صغنطوطة، أسفة تيبون صغنطوطة كده، بجمعهم كلهم وبعملهم بالوصفة دي عشان الوصفة دي بتكون حلوة جدا معاهم. هاخد حتة زبدة، فين عايزين مسيكة، يلا حتة زبدة لطيفة كده، والزبدة كده ايه سخنة وبتسيح، هنحط الشرايح الحلوة دي. هتلاحظوا شكلها مختلف شوية ومش متناسق قوي، عادي جدا، هو احنا مجمعينها مخصوص للوصفة دي، هتبقى جميلة جدا. عايزة وهم بيتشوحوا كده اديهم رشة ملح صغيرة صغيرة جدا، ورشة فلفل برضو صغيرة، ونقلب على الناحية التانية عشان الستيك ياخد لون مظبوط. واللحمة بيسألونا الناس ايه اللحمة غير الستيك اللي تنفع للوصفات دي، والله الوصفات دي كلها تنفع بالقطع سريعة الطهي، زي شرايح الفليتو، زي مكعبات البتلو، زي الريش تنفع برضو، استراجانوف، بوفتيك، شاورما، كلها تنفع لنفس الوصفات دي بنفس الصوصات دي بالظبط، مفيش مشكلة وهتكون جميلة جدا. فلو حابين تستخدموها برضو مفيش مشاكل. رشة ملح على الناحية التانية برضو خفيفة خالص، ورشة فلفل برضو خفيفة خالص. محتاجينهم يتشوحوا يدونا لون من الناحيتين، فهنسيب ده يحصل. دي اللي بيقولوا عليها ايه الفتافيت بقى، انا مجمعة الفتافيت كلها للوصفة دي وما عنديش مشكلة في ده، هي هتكون مناسبة ليها. وطبعا اللحمة بقى اللي جورت العظم دي ما عندكوش بقى فكرة بقى عاملة ازاي، رهيبة واخدة كمية فليفر مش طبيعية. اللحمة اللي جنب العظم دايما معروف هي طعمها بيبقى عامل ازاي، ولما تتكرمل هتديني نتائج ممتازة. انا عايزاها بس تاخد اللون اللي انتوا شايفينه ده عشان اجي واضف لها البصل. هضيف البصل يتشوح مع اللحمة، هوزعه، زي الفل كده، عايزة اللحمة تفضل في وسطه. وهديله الزعتر الطازة، هسيب شوية صغيرين للمشروم، وهديله كمان ورق اللورة وجوزة الطيب، رشة كده من السكر، هتساعد ان الرز ان البصل يتكرمل ويبقى احسن بكتير. نشيل كده كل الحاجات الفاضية ونرجع نشوف ايه اللي هيحصل. عايزة اقلب البصل ده من غير ما ابقى يعني اخليه يغطي الستيك، لا انا عايزة الستيك او اللحمة تفضل زي ما هي، بس حدي كده تقليبة
عندي حاجه كمان عايزه اضيفها، رشه فلفل ورشه من الملح، هيساعدوا ان البصل يتكرمل احسن ويدبل احسن ويبقى احلى واحلى. هقلب تقليب كده ايه من دون التعرض للحمة، وهسيب البصل بقى ايه ياخد وقته شويه في الكرمله لحد ما نرجع له. لاحظوا ان احنا لحد دلوقتي ما حطيناش المشروم خالص، هنحطه بس في الوقت المناسب. هوريكم البصل بقى والمشروم حصل فيهم ايه. تعالوا بصوا الكرمله واللون، فانا رجعت اللحمه معاهم علشان خلاص احنا وصلنا للون الكراميل اللي انا عايزاه، فالمنظر تحفه. الستيك ده اتشوح زياده وانا ما كنتش عايزه اكمل غير وانتوا معايا، فشلته من على النار، هرجعه بقى تاني يسخن علشان نكمل. مجرد ما المشروم والبصل اتكرملوا للدرجه دي بنعمل ايه؟ بناخد شويه مرقه نسقيها للبصل ده علشان يبقى صوصي شويه، فهاجي كده. البصل مش بس هيبقى صوصي، لا، والمرقه دي هتلملي كل الكرمله اللي في الطاسه، وهيبقى عندي صوص وهمي للستيك بتاعي. واحنا كده الصوص بيغلي او المرقه بتغلي، نحك كويس جدا الطاسه بحاجه سيليكون طبعا او خشب مش باي حاجه، عشان نطلع كل حاجه لازقه فيها اللي هي يعني بيزيكلي فيها الطعم كله. تحفه. عايزه اتاكد ان الملح تمام. الطعم فوق الخرافي. ستيك اللي بالمشروم وبالبصل، عايزه احط له شرايح الثوم، انا كنت سايباه للاخر بس ايه عشان ما يتحرقش مني. هقلب كده، شايفين شكله تحفه ازاي. عايزه اقلب الستيك على الناحيتين عشان يبقى اخد مني الطعم. كل الوصفات دي يا جماعه تبقى روعه بالفليتو، للناس اللي ملهاش بقى في ستيك ودهون وعظم والكلام ده، الفليتو هيديكوا نتيجه رائعه ليها. ليه رز؟ عشان البصل بصراحه والمشروم بيبقوا روعه معاه، بس طبعا ممكن حاجات تانية كتير. انا هحط بقى شويه رز. كده تمام وزي الفل. وبعد كده هحط شويه خضار سوتيه، وبعديهم اقوم حاطه الستيك. طبعا الكميات تكون متناسبه بحيث ان يبقى طبق وجبه كامله متكامله. السوتي خضار مشوي، والاتنين عملناهم مع بعض الايام اللي فاتت، فتقدروا تعملوا اللي يعجبكم فيهم، مفيش اي مشكله. الاتنين عاملينهم والاتنين مجربينهم. السوتي هنا كده، وانا بحب اخد كده اي حاجه ايه ملونه كده على الرز، وحاجي بالستيك اللي معاه المشروم والبصل. احطه هنا، طبعا مش هسيب اي حاجه من المشروم والبصل دول اللي هم الطعم كله. باي صوص او سوائلهم كله ينزل، بس انا بحب بقى اعمل ايه، اجيب حته اللحم على الوش وانزل ده كده تحت، فيبقى باين الطبق فيه ايه او مكوناته ايه، ما تبقاش اللحمه مش باينه خالص. بس كده ادي طبقنا التاني. ممكن ناخد شويه سوتي كمان هنا، وشويه كمان هنا زي الفل. عايزه